آئیے کئی ایک قاری قرآن کا نام ہماری فہرست میں ہے جو ہمارے کنوینر سرپرستوں کا حکم ہے، ان کے حکم کی تعمیل کرنا ہمارا فرض ہے، چچائے محترم علی جناب حاجی نعمت سیٹھ صاحب۔ تو حافظ وقاری لقمان صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور کلام پاک کی تلاوت سے ہم سب کو محسوس کرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله الله الله۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز میں اور حدر کے انداز میں ماشاءاللہ قاری لقمان صاحب آپ سے رخصت ہوئے۔